بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يا معني سليمان حسن ديرية يا عشرة إني أكاونتينكا جارهان قيبت إني فينانشال أكاونتينكا إذا كجاء إماني سكولية دل بروفيشنال كوليج أكو تعلم مجال هذا هرجيزة فضلا عشر كسبسكرايب جري لايك سار شير سار كومنت تيجا عنا كبيحي هدي أرجع عشها هنا تبرت علمي أكاونتينكا كلية دل بروفيشنال كوليج وحيكو هاي سا كلاسس عصب أو أتكو بران كرتا أكاونتينكا قيبي هي سكلا دوين أو كلا فينانشال أكاونتينكا كوست أكاونتينكا يا مانجيريال أكاونتينكا أكاونتينكا سيدا دكتين وعلمي جناسية مرك أضربته إن الجناس حسابي سو وحد يستعمل سا أكاونتينكا مرك فضلا هدي أرجع عشها هنا نقطة بروفيشنال أكاونتنت حسابية تخصصية أو شقادة حساب تصير الله قبته برتاه كلية دل بروفيشنال كوليج وحيكوها إذا كلاسيس عصب هدبا كصابير إن شاء الله هدي وإلى هي رهدو واي وحنوسع ذي كلاسيس دني أكاونتينكا ولي بقيت تاني فينانشال أكاونتينكا ما أنت وحين وقلينا أكاونتينغ فور مارشاندايزينغ أكاونتينكا لوجو تلاقي على شركة ده جناسية أكاونتينغ فور مارشاندايزينغ أكاونتينكا لوجو تلاقي على شركة ده جناسية شركة ده جناسية جوالا بنو مدي واحد كجناسة تأديك أو قيبيني هرام كوسو برناي أكاونتينغ فور سيرفيس سالير هذا كنا و أكاونتينغ فور مارشاندايز شركة ده أنت وحسو يبصدان وحسي يبيا سيد الله حسابيا أيينو كجهاد لدورنا سيد أصدرت أكاونتينغ فور مارشاندايز وما محيو أكاونتينغ الله استعماله شركة ده بايع مشتركة أو أنت وحسو يبصدان وحسي يبيا واي المارشاندايزين كمبني كمبني جم مارشاندايزين كأه إذا كمبني و كمبني that buys so يبصدا goods بضاعات بضاعات وسو يبصنايا and resells them دبنا و يبينيا a higher price قيمة كسرية قيمة و كسو يبصدا أيو يبينيا مرك هذا مقاش مارشاندايزين كمبني كمبني و كمبني that buys so يبصدا goods بضاعات and resells them دبنا و يبينيا a higher price قيمة قيمة كسرية أيو يبينيا مرك هو شركة ذا بايع مشتركة أو أنت وحسو يبصدان CEBية types of merchandising companies نوعية ذا merchandising companies كأما شركة ذا أنت وحسو إيبيان وحسي إيبية ما يقنو لبا لو كلا سارة مدي هو retail company أو sales وحي كإيبيسا products بدي عدي directly سيتوسا to the customers معاميش كو معاميش لا أدكتي تفاريق ليدا شركات تفاريق ليدا بدي عدو ذا ست تفاريق او ايبيا ايا لو يقانا ريتيل كامباني شركات تفاريق ليدا ايا لو يقانا ريتيل كامباني شركات كلا ايا جيرا او غنعسي ايقانا اما بايع مشتر كواس نوحا ليرا ذا هول سيل كامباني هول سيل كامباني ايا ليرا هذا رالي هذا هول سيل كامباني هول سيل كامباني قلو محوية هاي بايس وا كامباني سو يبسدا اتمس وحيابها ان بالك سئات أما عدد أهم عدد أيو كسو يبصدا from manufacturer شركة دي وحصو صاري and resells them وحونا ديب وجا يبيا to retailers تفاريق ليدي and other wholesalers يجملة لي كلا هدي أجرا مركا كم ورشدة كسو يبصنا يا علابتا تربضا كسو قادنا ورشدنا وحلو يقانا wholesale كمبري أو جملة لي سيدا عدو تقانا حين قنيسا جملة لي أيين قنيسا جملة واي مركز شركة ده ما يقال لو قيبيا بايع مشتركة ألابها إيبيا واللبا ريتيل كمبني شركة تفاريق ليا يهول سيل كمبني أو شركة جملة إيبيسا واي مرشاندايزين اكتيفتيز جناسة جن بايع مشتركة هولها لقبتاه محيهين مرشاندايزين activities ganacsi gan baayac mushtarka ah ee alaabta laga baayac mushtareynayaahi meeqa hawl ayuu qabanaya saddex hawl purchasing wax soo iibsi selling wax iibin iyo operating cycle inta u dhaxeysa wax soo iibsiga iyo wax iibinta hawshii dhici lahayd hadda u fiirso inta aynu xisaabin doono waxa weeyaan purchasing sidii wax loo soo iibsan lahaa selling marka wax la iibinayo iyo operating cycle oo ah hawsha dhacaysa marka wax la soo iibsado ilaa marka wax la iibinay hawlaha dhici kara maxay in operating cycle waa alaabti in la soo qaado alaabti in meel loo kireeyo okay waa hawlaha dhacaya marka wax la soo iibsanayo ilaa wax la iibinayo wixii hawl ay dhacdana waxa la yiraahdaa operating cycle marka guud ahaan shirkadaha baayac mushtarka saddexdan shaqay qabtaan waxbay soo iibsadaan waxbay iibiyaan intaas inta u dhaxeysana waxa loo dhahaa operating cycle hawlihii marka la qabanay
sida in xayeysiis loo sameeyo alaabtaas in dadkii loo la yiraahdo soo iibiya in meel loo kireeyo okay in la soo raro waxaasoo dhan iyaguna waxay noqonayaan operating cycle marka waxaan filayaa in la fahmay shirkad ganacsi waa maxadii lagu dhaho waa mid alaab shirkad ganacsi oo baayac mushtara waa maxadii lagu dhaho oo ah merchandising company merchandising company waa shirkad alaab soo iibsata siina iibisa kuna iibisa qiimihii qiimo ka sarreeya imisa loo qaybiyaa shirkadaha baayac mushtarka ah waxaa loo qaybiyaa laba retail company oo ah shirkad tafaariiqley ah iyo wholesale company oo ah shirkad jumlad ah haddaan ku dhaho howlaha ay qabtaan shirkadaha baayac mushtarka intay wax sii iibiya wax soo iibsadaan wax sii iibiya waa maxay waa purchasing inay wax soo iibsadaan selling wax inay iibiyaan iyo operating cycle oo ah intii u dhexaysay wax soo iibsiga iyo wax iibinta halkaas ayaynu kaga sii socon doonaa casharkan casharka ku xiga inta aynu ku kulmi doonno waa macalin saleeban xasan diiriye oo idin leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته